GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نشرح في قائمة الاكسبورتنج والسيتنجز في البلاير نفسه. من قائمة فايل وهتيجي على اكسبورت او اقصد بابلش سيتنجز، بضغط عليها ضغطة بلاقي النافذة الحوارية دي. تعال نشوف باي ديفولت كده اول ما بتظهر دي بتظهر ايه. تعال نشوف ده الديفولت بتاعي، السيتنجز بتاعتي الديفولت، وده البلاير، نوع البلاير بتاعي اللي هو اخر بلاير دلوقتي اللي هو العشرة اتنين في العشرة عشرة عشرة تسعة او تسعة او تمانية. طبعا دي انواع البلايرز اللي بتدعم الفلاش او الادوبي اير او الاندرويد. دي كلها انواع بلايرات. طبعا كل بلاير وليه خواصه، بس الاحسن طبعا دايما الفلاش بلاير 10 خليك فيه، لان هو ده اللي بيدعم فعلا الاكشن سكريبت 3. اعتقد ان من البلاير 9 بيدعم الاكشن سكريبت، ما فيش مشكله. لو نزلت بقى على البلاير 8 هتلاقيه نقل لك على طول على الاكشن سكريبت 2. فالاكشن سكريبت 3 دايما بتبدا من البلاير 9. لو انت شغال على الاكشن سكريبت 3 بتبدا تختار اي واحد من دول، ما فيش مشكله. بس خد بالك ان الاكشن سكريبت 3 تمام، وجيت اخترتها كده، ما عندهاش مشاكل خالص مع البلاير 9 و10 يعني من بعد 9. وفي كمان ان لو انت شغال على التي ال اف فريم ورك اللي هو تكست لي اوت فريم ورك اللي احنا كنا شرحناه قبل كده، ما بيدعموش الفلاش بلاير 9. يعني لو شغال في البروجكت بتاعك وحاطط تكست من نوع تي ال اف مع الفلاش بلاير 9 ما تلاقوش شغال كويس، هيشغل لك الكلاسيك فونتس بس. فلو شغال بالنوع ده من الخط خليك دايما في العشرة او فوق العشرة. ده اسم الملف بتاعك، ممكن تغيره وتحفظه من هنا مجرد انت تعمل على طول اي اكسبورت بينزل لك في الاوتبوت هنا. ده الجي بي جي كواليتي او المعدل العام بتاع الصور، كل الصور اللي موجودة في البروجكت بتاعك الكواليتي بتاعتها قد ايه. هنا باي ديفولت 80%. لو انت بقى عامل اوبتمايز قبل كده للصور بتاعتك بحيث انك مقلت الكواليتي بتاعتها، ده لو عملته 100% هيعمل اوفر رايت عليها، او هيعليها كلها وهتجاهل الاوبتمايز اللي انت عامله. يعني هيضيف او هيعلي الاوتومايز اللي انت عامله بالطريقة، لو انت عملت دراج وعملت اي انك تعلي يعني مثلا من هنا بعد 90 او 100. وطبعا ده بيأثر لك على حجم الملف، بيكبره شوية. المهم في الكلام ده كله، طبعا الكلام ده كله انت يعني تاخد نبذة بسيطة عنه. ده الاوديو ستريم، ده خواص الاوديو بتاعتك. كنت هتخرج الاوديو بتاعك بجودة عاملة ازاي. طبعا الديفولت بتاعه 16. ده بالنسبة للستريم. الايفنت احنا كنا اتكلمنا ستريم وايفنت في انواع الساوندز. فعندنا ستريم اللي هي لما بيشتغل على التايم لاين فوق، دي الامكانيات بتاعته. وده برضو في الايفنت الامكانيات بتاعته. اوفررايد ساوند مش مشكلة دي ولا دي. اهم حاجة في الكلام ده كله ممكن تقول جنريت سايز ريبورت. لو انت بعد ما عملت يعني مثلا خلينا كده اوكي، لو عملت تيست الموفي بتبص تلاقي في الاوت بوت هنا بدأ يظهر لك الريبورت بتاع الملف بتاعك، في كل حاجه بقى، في كام فريم وقد ايه وكل حاجه، ما كل ما تخيله عن بيانات في الريبورت ده. ده وانت طبعا علمت على دي. المهم في ده ممكن تقول له امبورت فروم بروتكت فروم امبورت، يعني بيحمولك من
التنزيل، بس ده انا مش شايفه يعني ليه اي فايده خالص يعني. انا بصراحه جربته وقريت عنه ما لقيتش ليه فايده ملموسه يعني، اللي انت تحمي ملفاتك من الداونلود ده. طبعا بيبقى لوكال فايلز ولا نتورك فايلز، عايز تعمله على نتورك ولا ايه؟ ده بيبقى كارت الشاشه هو الديفولت بتاعه نان، بس ممكن تعمله جي بي يو عشان يبدا ياخد من كارت الشاشه ويعمل اكسلريشن للجرافيكس بتاعك، وده احسن بالنسبه لكروت الشاشه الكويسه او العاليه يعني. هنا دي بالنسبه للسيتنجز بتاعه الفلاش او الاس دبليو اف فايل اللي هيطلع من الفلاش. ممكن خد بالك ان هنا انكلود اكس ام بي ميتا داتا. الميتا داتا دي وصف او كل ما يتعلق بالملف ده يعني. تعالى كده الديسكريبشن ايه يعني، انت هتخرج ملف التايتل العنوان بتاعه ايه، والاسر بتاعه اللي هو انت مين، والعمل بتاعك ايه، والديسكريبشن بتاعك، والريتنج. وبص يعني شايف حاجات كتير جدا خاصة ببيانات الفايل ده او الاس دبليو اف اللي هيطلع ده. ده كله طبعا لو انت جيت عملت خرجت الاس دبليو اف كده كنترول انتر وجيت عملت كليك يمين عليها، هتبص تلاقي في البيانات دي هتظهر لك هنا، بس لما انت تملاها كلها يعني هتبقى اسمك واسم الموقع بتاعك والديسكريبشن، هيظهر لك فيه شوية بيانات من هنا. طبعا دي كلها كل دي بيانات عيش يعني، مش حرمك من حاجة. كل دي بيانات، الاوديو داتا ايه، الفيديو داتا ايه، الموبايل داتا ايه، الكابرايت بتاعتك، حقوق الملكية بتاعتك لو عايز يروح على موقع معين، الكاتيجوري، الهيستوري الادفانسد. وطبعا من هنا كمان ممكن تقدر تشوف من هنا الرو داتا او الاكواد اللي بتكون منها الملفات، الملف ده. وطبعا عندك الامبورت والاكسبورت من هنا، لو عايز تعمله اكسبورت هيطلع لك على اساس اكس ام بي ملفات، ملفات داتا يعني. ممكن من البريفرنس هنا برضو تتحكم من الملف بتاعك من هنا. وخلينا بقى نشوف اللي بعده، لان ده كده خلاص يعني ده المهم اللي تعرفه جوه هنا. ال SWC ده نوع من برضو من انواع الملفات، ممكن تطلعه الفلاش يعني، ما بيستخدمش قوي. انت اكتر حاجة بتستخدمها ال HTML، ال GIF، الجي بي جي، البي ان جي، ولو انت عندك ابل ماكنتوش بيطلع الله بي اكس اي او الوين اي اكس اي. تعال نشوف الخواص بتاعت ال HTML. دي الخواص لما انت تعملها، لما تيجي تشيك على ال HTML تعمل بابلش، بيروح عاملها لك، عامل لك البروجكت بتاعك جوه صفحة HTML، صفحة ويب يعني. بتسمي الصفحة دي، هسميها اندكس مثلا، وهحطها مثلا على الديسكتوب تمام. وهنا التمبلت بتاعك ايه؟ فاكر لما اتكلمنا في الفيديوهات لما جينا عملنا الاو فول سكرين، هي دي بس يمكن اهم حاجه اللي هنا اللي هتستخدمها هنا كتير، انما كل ده ما مش هتستخدمه اساسا. الفلاش اتش تي تي بي اس ده عشان السكيور بتاع، في ساعات مواقع بدل اتش تي تي بي فوق بتلاقي اتش تي تي بي اس، ده السكيور، ده مش هنستخدمه كتير. اكثر حاجه هنستخدمها هنا عشان لو انت عامل بابلش لفيديو او لو فول سكرين، بتشوف الانفورميشن بتاعك من هنا. وبعدين بتقول ديكت فلاش فيرجن، بيظهر لك الفلاش فيرجن او البلاير يبقى كام، يبقى 10 او 2 من 10 لو عايز تظهر او لا تمام، او لو عايز تقيد فيه من هنا. السايز اكون بالبكسل ولا بالبرسنت، طبعا هو عندك باي ديفولت بالبكسل اللي هو سايز بتاع الديكومنت نفسها 550 في 400 من هنا، لو عايز تعمله بالبرسنت
بالبرسنت يبقى 100% في 100% بالشكل ده. بوز اند اد ستارت يعني ما يبدأش ملف التشغيل اول ما تفتح الصفحة، لا هو هتلاقيه بوز اللوب ماشي. يعني كل ده طبعا درجة النقاء الكواليتي مثلا هاي او بيست، الويندو مثلا اوباك او ترانسبيرنت. ترانسبيرنت ده اللي هو بيبقى الملف شفاف، يعني لو في خلفية وراه تبان. يعني مثلا الملف دلوقتي ابيض اهو، لو انت جيت عملت اكسبورت والخلفية بتاعتك سودة هناك هيطلع الملف الخلفية سودة بلون الصفحة، هيتجاهل الابيض ده خالص. سكيل اند الاينمنت ده سكيل، وتقول له لو انت عايز تعمل له سكيل فيت، يعني سكيل يعني امتداد اقصد هنا نو سكيل، لو عايز تعمله امتداد، لو مثلا انت حاطط ايقونه تكبر وتصغر الصفحه تقول له نو سكيل، تقول له نو سكيل من هنا. ال HTML alignment لو انت عايز تحط الملف بتاعك او محتوى ال HTML ده كله فين، على الشمال ولا على اليمين ولا فوق ولا تحت. الفلاش ملف الفلاش ده مش المحتوى بقى، ده المحتوى كصفحة ككل، انما ملف الفلاش ده هيبقى فين من الصفحة. الهوريزونتال هيبقى في السنتر ولا في الليفت ولا في الرايت، دي المسافة الأفقية. والمسافة الرأسية اللي هي الفيريكال هتبقى باي ديفولت سنتر، وسنتر هي عشان يبقى في النص. ده بالنسبة لل HTML. الجيف ايمجز بقول لك هنا السايز بتاع الجيف كام، السايز بتاع الجيف هل هو مساحة الديكومنت نفسها او البروجكت نفسه ولا مساحته كام. جميل. وبعدين بيقول لك استاتيك ولا انيميتد، يعني عايز يعني انت عامل موفي مثلا. خلينا نعمل واحدة كده من التمبلتس الموجودة عندنا، هنعمل نيو ونجيب اخينا اللي بيتكلم ونيجي نقول له البابلش سيتنجز، ونيجي نعلم على الجيف ونقول له خليها انيميتد ولوب بالشكل ده. ده بيقول لك لوب على طول بطريقة مستمرة ولا لوب لمرات معينة ويخلص. لا انا بخليه بطريقة مستمرة، دي كلها سموز، دي كلها طبعا باي ديفولت، باي ديفولت ما فيهاش مشكلة. جميل. وما هتروح قايل له بابلش، تعالى كده هناك بره هو حطها لي. خليني نجيبها تاني على الديسكتوب. المفروض احدد له الاوتبوت فين، انيميتد بابلش. هتلاقي جيف كده وهتلاقيها بالشكل ده، هي انيميتد. يبقى الفلاش قادر ان هو يخرج الصور ما فيهاش مشكلة، الجيف انيميتد حتى يمكن المساحة بتاعتها 16 كيلو، حاجة صغيرة جدا يعني، فهايل يعني، حاجة كويسة جدا كده. ممكن تقدر تعمل الموفي بتاعك وتخرجه كصور ما يقولكش لا. مش عايزين حاجة في الجيف أكتر من كده. الجي بي جي الصور طبعا، الصور امتدادات بي ان جي، جي بي جي، جيف، تي اي اف، في حاجات كتير، بس هو الفلاش بيتعامل مع التلات امتدادات دول، جيف، جي بي جي، بي ان جي. بالنسبة للجي بي جي طبعا برضو بتقول له هي فين، هتتحطها فين واسمها، وهتقول له الماتش السايز بتاعك، وتقول له الكواليتي بتاعتك هتبقى عاملة ازاي. البي ان جي نفس الحكايه، وهنا جايب لك كمان الكالرز اند فلترز تبقى كام، قد ايه كالر، 24 بت وز الفا، يعني بخلفيه ترانسبيرنت او خلفيه شفافه، ونفس الحكايه بالظبط باي ديفولت ما فيهاش مشكله خالص.
لو انت عايز تخرج البروجكت بتاعك ده كوين بروجيكتور، بيدخلوا لك بص هنا الامتداد دوت اي اكس اي، بحيث انه يشتغل على اي جهاز مش مسطب الفلاش بلاير. خد بالك لو انت مدي واحد البروجكت بتاعك بالفلاش، خد بالك ان انت ممكن تواجه عندك مشكلة اللي هو ما عندوش اصلا الفلاش بلاير على الجهاز متسطب، بقول لك ده الملف مش شغال. فانت الاضمن لما تيجي تعمل برنامج او تعمل بروجكت معين داخل فلاش، تدي للعميل بتاعك البروجكت اي اكس اي ودبليو واس دبليو اف الاثنين مع بعض عشان يشغلهم، ما يقولوش اي مشكلة فيه. ده هنخليه ديفولت اسمه مثلا، ونقول له الاوتبوت بتاعك على الديسكتوب، يروح منزل لك الامتداد بالشكل ده. طبعا كل ده هنخليه على الديسكتوب، مجرد ما بتعمل بابلش بيخيلك بيطلع لك كل اللي انت معلم عليه باي ديفولت على الديسكتوب على طول، ونخلي دي على الديسكتوب. يبقى احنا محدد له كام اس دبليو اف اهو كمان ده على الديسكتوب. ادي 1 2 3 4 5 6، خلينا نبدأ كمان ماك بروجيكتور لو انت شغال بالماك، او لو العميل شغال بالماك هنديله برضو الصيغة اللي زي الاي اكس اي كده على الوين، بس هنا ايه بي بي، اقول له بابلش يطلع لك كل الملفات دي 1 2 3 4 5 6 7 انواع من الملفات. ناك اهو كل الملفات دي اهي بالشكل ده ظهرها لك هنا في ادي ال اف او اس دبليو اف، وادي الجي اي اف. طبعا احنا كنا المفروض نحددها له نقول له انيميتد في كل مره. البي ان جي اهي وترانسبيرنت، شايف هنا شايف هنا في خلفيه بيضه، هنا مفيش خلفيه بيضه. هنا الجي بي جي، هنا الاي اكس اي دبل كليك بيشغل لك البروجكت بتاعك كايه كبرنامج اي اكس اي. وهنا برضه نفس الحكايه اندكس كونتين، طبعا ده نظام الابل هيتعامل مع عادي مفيش اي مشكله خالص. ممكن بقى نمسح كل ده واسيب لك انت التجربه في اخراج انواع الملفات من قائمه الببلش. حاجه كمان لو انا جيت من هنا قلت له تيست للبلاير، هبص الاقي ايه؟ هبص الاقي من عندك قوائم من فوق. خد بالك الموضوع ده مهم شويه عشان تقدر تحلل البروجكت بتاعك. طبعا من هنا بتلاقي اللوج والحجم والبيانات بتاعته 6 كيلو، وممكن بقى من هنا كمان قائمه فيو تقول له زوم ان، كبر لك شويه، ممكن بالماوس تمسك كده او زوم اوت او ماجنيفيكيشن يظهر لك قد ايه 100% او يظهر لك اقل او اكتر. وممكن بقى من باند ويدث بروفايل اضغط عليه ضغط، هتبص تلاقي في حاجه غريبه شويه ظهرت هنا، عباره عن اعدادات كده بتبدا تتغير مع الملف. ايه ده؟ الاعداد دي بيقول لك ايه؟ شايف هنا ادي الدايمنشن بتاعتك كان في كام؟ 550 في 400، وادي الفريم ريت هنا معمول 56 تمام، وادي السايز بتاع الملف، وادي ديوريشن، وادي الريلود، وادي البيانات بتاعتك والكلام ده. طبعا هنا بيقول لك الفريمات بيمشي ازاي وكده، بيقول لك انا هحمل 400 4800 بايت على الثانيه تمام. يبقى حجم الملف ده هيتحمل كام على الثانية؟ لو جيت من دي وشلتها شلت دي كده بالطريقة دي، أو نرجعها تاني، أو مثلا نخش على سيميوليت داونلود. سيميوليت داونلود دي حاجة بتظهر لك الملف ده هيتحمل قد ايه على النت. جميل. يبقى هنا هتبص تلاقيه
انا عايز ملف كبير شوية عشان ابدا اوضح لك ازاي، ونحط فيه مثلا صور بمنتديات كبير شوية. هنقول امبورت امبورت ستيج، انا مش عارف عندي صور ولا اساس. هتقول وهنقول اللايبرري. طب احنا هنعمل امبورت واحدة واحدة. هات مثلا صورة دي وهنخليها في الملف ده. الصورة دي مساحتها كبيرة، جميل. دي كانت مسابقة ولا زالت على ال جي اف اكس. هنصغرها شوية ونجيبها في نص الستيج. ممكن نتحكم من هنا وخلاص من الفيرس بتاعتها. تمام، حاجة زي كده. لو عملت كنترول انتر بتظهر لك حاجة زي كده بالشكل ده. طبعا هي الفريمات، فريم هو فريم واحد فما فيش عد. وهنا لما احنا اتعلمنا على تشيك فايل ريبورت في البابليش سيتنجز، فهو جايب لك اسم الصورة ودي مساحتها قد ايه والاوريجنال بتاعتها قد ايه، يعني مساحتها اصلا قد ايه وانا عملتها لك اوبتمايز وخليتها قد ايه. طبعا اي ملف بيخش داخل فلاش اوتوماتيك بيتعمل له اوبتمايز وبيتعدل المساحة اقل، لان طبعا فلاش من مميزاته دي لانه بيتعامل مع ويب اكتر شوية. تمام. طب لو انا جيت وقلت له داونلود سيتنجز، هقول لي والله عامل لي الفايل ده على انه لما يجي يتحمل على النت يتحمل على مساحة مثلا 56 او بسرعة 56 كيلو بير سكند، او يتعامل مع اكتر سرعات اكتر من كده. طب لو انا جيت على 56 كيلو بير سكند وجيت قلت له سيميوليت داونلود، ابص الاقيه بيتحمل كاني على النت بالظبط. بص هنا المساحه، مساحه الزمن او مقدار الزمن، مده الزمن دي هو دلوقتي كانك على النت بالظبط. وده انه يحمل كل ده، شايف كبيره، مسافه كبيره جدا. لو انت بقى قلت له والله ده انا عايزه يتحمل باسرع بسرعه اسرع من كده شويه، دي اس ال مثلا او تي 1، خليها دي اس ال بالشكل ده، وقول له تاني سيميوليت داونلود، هتلاقي الموضوع اسرع شويه. ملف كبير، يمكن هو هنا عندي ميجا، يعني 1 ميجا 2.2 و200 كيلو يعني. تمام. لو انت جيت مثلا عليت شويه تي 1 وقلت له سيميوليت داونلود تاني، ابص لاقي السرعه بقت اسرع شويه في تحميل الملف كانك على النت بالظبط. وده الوقت اللي بياخده الملف في التحميل بالشكل ده، وبعدين تظهر الصوره بالشكل ده. اتمنى يكون الحته دي واضحه. دايما دايما اتعود انت تختبر التحميل، لو انت شغال على النت تختبر التحميل من الجزء ده. ممكن تضيع خالص بقى الباندويث بروفايل ده. وهنا بالنسبة لده البلاي والديبج، ده المهم، دي المهم في القائمة دي.